خدمتي على لوجا، خدمت على لي دين وعملت في المسجد. لي كيسمع لي الدين ديال المغاربه فين كيكونوا، و حتى هو ما فيهش الهضره، فيه علم الموسيقى ولي الدين، وفين كيمشيو لي الدين وشنو كيعملوا وشنو هي سهولة الحياة، بساطة الحياة، بساطة الحياة في المغرب. وهذاك عطيتو شوية الخصوصية ديالنا حنا خصوصا هنا في العرايش. كنظن جاوبت على السؤال ديالك وندوز عند بالنسبة للأسواق الجامعة. علاش تزوجتها؟ حيت هذاك الشيء اللي عشتو خارج الجامعة. في وسط الجامعة عشت بزاف الأزمات اللي ما قدرتش نذكرها في الفيلم، ولكن خارج الجامعة عشت أهم أزمة عشتها هي أزمة الهوية ديالي. أنت نعم إذا كنت عايش في واحد المجتمع خلقتي فيه وتربيتي فيه وخشي منه وتحطيتي في مجتمع جديد عليك مع ناس جدادين، غتحط بزاف ديال التناقضات وبزاف ديال الأزمات في وسط القسم، زائد في الحرم الجامعي، زائد تقدر ما تحطهمش في الإطار ديالهم السينمائي، ما عندهم شي واحد نوعية. فهذا بحد ذاته جزء من الطريقة ديال التعبير، وأنا بصفتي ما كنعتبرش راسي مخرج سينمائي، ولكن نقول على أن عندي واحد الفكرة بغيت نوصلها بواحد الطريقة، كنشوف الطريقة اللي نقدر نشاهد ونعمل واحد عمل فني ونشغل مع الناس ونبارطاجي.